خلينا بقى كده دلوقتي نحل الميشن اللي انتوا فوق الطور، المفروض خلاص حلتوها في الفيديو اللي فات، وبرضه مفيش مشكلة لو انت معرفتش تحلها، بس المهم تكون حاولت فيها. فهو كان سريعا كان بيقول لك ايه، كان بيقول لك عايز تعمل بروجرام تطبع فيه الجريد بتاعت الستودنت. فبيقول لك لو التوتال نفسه اللي انا كنت قايل لك ان هو ب 72، لو التوتال ده اكبر من او بيساوي 90 فانت تطبع ايه بلس، لو التوتال اكبر من او بيساوي 75 فانت تطبع البي، لو التوتال اكبر من او بيساوي 50 فانت تطبع الدي بلس، ولو حاجه تانية خالص انت هتطبع الدي. فانا هاجي هنا اعمل فايل نيو بروجكت، واختار هنا جافا نكست، واسميها مثلا ميشن 1، وبعد كده تدوس فينش. فخلينا كده نشوف ميشن 1 دي، او احنا نحل بقى الميشن دي ازاي. هو اولا كان قايل لك ان انت عندك التوتال ب 72، فانا هاجي هنا هعمل انت توتال ايكوال 72، وبعد كده عايزك تبدا تعمل تشيك لو ان هو جايب اكبر من كذا واصغر من كذا، فانت كده عندك رينج من الارقام، يبقى تستخدم الايف ولا السويتش. احنا عارفين ان الايف ممكن نستخدمها في ناحيه رينج الارقام الكبير او رينج الارقام عموما، والسويتش بنستخدمها في كيسز معينه، فانت ممكن تستخدم السويتش كيس عادي، بس كل شويه بقى تقعد تعمل السويتش على 90 91 كيس 92 كيس 93، لكن انت هتكون اسهل تكتبها بالايف على طول. فهنبدا بقى نتشيك، هو بيقول لك لو هو اكبر من او الاكبر من او يساوي 90، يبقى هنا هقول له if ال total bigger than or equal 90، فانت ساعتها بتعمل كده كيرلي بريسز وتكتب هنا اس اوت ان هو جاب ايه بلس. هقول لك على معلومه، طالما انت في الاف بتاعتك كاتب جواها سطر واحد بس، فانت مش محتاج الكيرلي بريسز في حاجه، فانت ممكن تشيلها من هنا كويس. نيجي بقى لتاني حاجه، بيقول لك بقى ولو التوتال بتاعه اكبر من او يساوي 75 فهيطبع البي. فهقول له هنا else if التوتال اكبر من او يساوي ال 75 فهيطبع له بي. وبعد كده بقول لك لو التوتال اكبر من او يساوي 50 فهيطبع دي بلس. فهقول له برضو else if التوتال اكبر من او يساوي 50، فهيجي هنا اعمل اس اوت وادوس تاب، فهيطبع له ايه دي بلس. واذروايز بقى ولو حاجه تانية خالص هيطبع ايه دي. فاي حاجه تانية خالص بقى هو مش محدد لي، فاعمل هنا على طول ايه else، وهبدا هنا اطبع الدي. وده كده البروجرام بكل بساطه. خلينا كده نعمل ران ونتفرج عليه. فانت هنا لو جيت عملت ران هتلاقي طبعا لك ايه دي بلس. طب ليه طبعا لك دي بلس؟ خلينا كده نعمل تريسنج. دلوقتي التوتال في الميموري ب 72، فانت هنا بتقول له هل ال 72 اكبر من او بتساوي 90؟ غلط، فهيسيبها ويدخل فين؟ في الال سيف. هل ال 72 اكبر من 75 او بتساويها؟ لا برضه. طب هل التوتال اللي هو ال 72 اكبر من او بيساوي ال 50؟ بالظبط ترو، فعشان كده طبعا ايه ال دي بلس.